الذي رآني رأى الآب. الكلام الذي أقوله لا أقوله من عندي، وإنما الآب الحال في هو يعمل أعماله هذه. صدقوا قولي، إني أنا في الآب وإن الآب في. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الأبدين. آمين. وإذ سأله الفريسيون، متى يأتي ملكوت الله؟ أجابهم قائلا، إن ملكوت الله لا يأتي بعلامة منظورة، ولا يقال ها هو هنا أو ها هو هناك، فها إن ملكوت الله في داخلكم. فإنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا هناك في وسطهم. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. ولما وصل يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس، سأل تلاميذه، من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فأجابوه، يقول بعضهم إنك يوحنا المعمدان، وغيرهم إنك النبي إيليا، وآخرون إنك إرميا أو واحد من الأنبياء. فسألهم، وأنتم من تقولون إني أنا؟ السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. فأجاب سمعان بطرس قائلا، أنت هو المسيح ابن الله الحي. فقال له يسوع، طوبى لك يا سمعان ابن يونة، فما أعلن لك هذا لحم ودم، بل أبي الذي في السماوات. وأنا أيضا أقول لك، أنت صخر، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وقوات الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. ثم حذر تلاميذه من أن يقول لأحد إنه هو المسيح. من ذلك الوقت بدأ يسوع يعلن لتلاميذه أنه لابد أن يمضي إلى أورشليم ويتألم على أيدي الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة، ويقتل، وفي اليوم الثالث يقام. فانتحى به بطرس جانبا وأخذ يوبخه قائلا، حاش لك يا رب أن يحدث لك هذا. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. فالتفت يسوع إلى بطرس وقال له، غرب من أمامي يا شيطان، أنت عقبة أمامي، لأنك تفكر لا بأمور الله بل بأمور الناس.
ثم قال يسوع لتلاميذه: إن أراد أحد أن يسير ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، فأي من أراد أن يخلص نفسه يخسرها، ولكن من يخسر نفسه لأجلي فإنه يجدها. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. ولكني أقول لكم بحق، إن بين الواقفين هنا بعضا لن يذوق الموت حتى يكون قد رأوا ملكوت الله. وحدث بعد هذا الكلام بثمانية أيام تقريبا أن أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل ليصلي. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. وبينما هو يصلي تجلت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لماعة، وإذا رجلان يتحدثان معه وهما موسى وإيليا، وقد ظهرا بمجد وتكلما عن رحيله الذي كان على وشك إتمامه في أورشليم. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. ومع أن بطرس ورفيقيه قد غالبهم النوم، فإنهم حين استيقظوا تماما شاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. فبدأ بطرس يقول ليسوع: يا سيد، ما أحسن أن نبقى هنا، فلننصب ثلاث خيام، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا. فإنه لم يكن يدري ما يقول، إذ كان الخوف قد استولى عليهم. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. وجاءت سحابة فخيمت عليهم، وانطلق صوت من السحابة يقول: هذا هو ابن الحبيب، له اسمعوا. وفجأة نظروا حولهم فلم يروا أحدا معهم إلا يسوع وحده. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم ألا يخبروا أحدا بما رأوا إلا بعد أن يكون ابن الإنسان قد قام من بين الأموات، لأنه كان يعلم تلاميذه فيقول لهم: إن ابن الإنسان سيسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه، وبعد قتله يقوم في اليوم الثالث. ولكنهم لم يفهموا هذا القول وخافوا أن يسألوه. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر داهرين آمين.